استوديو فرح العنوان الأفضل للصورة الأفضل. يا هالبلد ما نجمعوه والفرح ينادى نسمعوه، عارسنا غالي على الجميع كل البلد توقف معه.
علينا نادى المنادي للفرح وجمعت أحبابنا بالقصر طلي وشوف فعالينا انتين غواكن شعركين واحنا غوانا سيوفينا
سيجن خواتو سحلك يا حلات بالموز التابية سحلك يا حلات بالموز التابية سحلك يا حلات مسحلو بكمامو تمهل على العريس تيجي وعمامو الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خير ما أبدأ به كلامي قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
وأصلي وأسلم على خير البرية محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، القائل: تزاوجوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وكذلك حاثا الشباب على الزواج والنكاح، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن نعتز ونفتخر بهذه السنة الطاهرة الطيبة. الشيخ الفاضل المحترم أبو أنس وأولاده، خاصة آل غفري، ومن حضر إلى طرفكم من هذه البلدة الطيبة من أحبائكم وأصدقائكم وأنسبائكم، جئناكم نحن آل الطوافشاء، ومن حضر أيضا إلينا من هذه البلدة الطيبة الطاهرة من أحبائنا وأنسبائنا وأصدقائنا، نحث الخطى إليكم طالبين يد ابنتكم ذات الصون والعفاف، ذات الخلق والأدب والتقوى والدين، لينا خالد غفري، متمثلة بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: تنكح المرء لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاذفر بذات الدين تربت يداك. نظنها إن شاء الله ونحسبها أنها ذات دين وخلق وأدب وتقوى. إلى ابننا الغالي على قلوبنا محمد خالد طوافشة، الذي كذلك ولا نزكي على الله أحدا، نظنه ونحسبه أنه ذو خلق وأدب وتقوى ودين، متمثلا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفق وييسر ما هو خير للطرفين، راجين منكم الموافقة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى إمام المجاهدين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في البداية بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن والدي وإخوتي وأهلي وعائلتي الكريمة، أتحدث باسمكم وأنا والله لست بخيركم ولا أفضلكم، فأنتم ذا فضل وذا قيمة. آل طوافش الكرام، ليس للدار وأهلها إلا أن تقول لكم ولهذه الجاهة الكريمة: جئتم أهلا ووطأتم سهلا، فأهلا وسهلا بكم. وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وإننا إن شاء الله قد رضينا دينه وخلقه. ومن هنا أدعوك أخي محمد وزميلي وصديقي أن تكون رجلا صالحا وزوجا صالحا كما كان محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان لنا قدوة في الحياة الدنيا وفي الحياة الزوجية. ومن هنا فإننا نرحب بهذه الجاهة الطيبة ونقول لكم: بارك الله لكم وبارك عليكم، فأهلا وسهلا بكم وطلبكم مجاب. وعلى نية هذه القبول والإجاب الفاتحة. مبارك مبارك، مبروك لكم جميعا، مبارك لكم جميعا، مبارك لكم جميعا إن شاء الله. تفضل يا عمي، تفضل. وسعوا المرج طار المرجلينا، وسعوا المرج طار الخيلينا، الفرح شو حلو وباديعة، وسعوا المرجي طار المرجي
شلت وشيلت أسرع من حمام وطار لرعى في وحوش البر وحرم دخول الدار. من يوم ودعناكم يا ريت ما عرفناكم كيف القالب يسلاكم كيف العمل والدبار كيف العمل يا بني والغربة طالت علي قوم اطلع العلية قالت والله ما بقدر. لحرم درب الهوى من بعد الشباب والغيوة بعد ما كنا سوا راحوا خلاني عنا صرنا نمشي درب طويل دمع عيني دوم يسيل لما قالوا بكرة الشيل مع السلام يا خطار. عانى بعلماية لا تظلك قاعد عانى بعلماية العيش ذلية من بعد غيابه العيش ذلية. من بعد غيابك وقلبك
تحيات استوديو فرح.